الله لا ينطيك ابو زيدان، شاف كل المي مال المنطقة، احنا ما يشرب ما نحصل، و 24 ساعة يرش الباب ومخرق الشارع. ولك مشعول الصفحة، هو ما يخلفوك حتى تحاسبني عليه، وبعدين شو اسوي لكم هني اذا المي ما يجيكم؟ الله ما موفقكم، قوة هي نيتكم مو صافية ورب العالمين ده ينطيكم على قد نياتكم. خير ابو زيدان شنو الموضوع؟ شو صوتكم وصياعكم واصل لسابع جار؟ خير خو ماكو شيء يا معود، هذا واحد حيوان حشاك وحاط خشمه بكل شيء، ليه حاسبني ليش ارش الباب وهم ما عندهم ماي؟ عبالك وزير الموارد المائيه اني؟ بس ترى صدق ابو زيدان، شو كل المنطقه تعاني من الماي وانت ما بيوم انقطع يمك؟ ولا تقول لي توفيق من الله وما شنو، قول لي شو مسوي؟ ابو حمودي انا كل شيء ما مسوي، بس زارف البور الرئيسي من جوا وساحب للبيت ومشغل ماطورين حرامي، وهاي هي. والله بزيدان عليك سوالف، اذا ما عندك شي خلي نروح للقهوة وخلي العالم تترس تانكياتها بغيابك. اب حمودي قمت تصنف مو؟ لا وداتك، بس ضوجة قلت خلي نروح نشرب لنا شاي يم ابو شوارب. تعال خلي ذيب الصندة بالحوش ونروح. طبعا هذا كلش غثني وفور دمي. من هذا؟ هذا الحيوان بدون شكيب اللي كان يصيح على مود الماي. يا معود هسه صلي على محمد يا اخوي، ترى الموضوع ما يسوى. الله وكيلك فد وسخين، هم يمكن بالسنه مره لو يسبحون لو لا، ما ادري على شنو يريدون الماي يجيهم. وخاف احكي سالفه وتزعل. اذا تقول حقهم وما ادري شنو فلا تحكي احسن. لا يابا مو حقهم، بس لا تزعل. اقول لك صي جماعه وينهم؟ شو ماكو احد؟ هسه هم على جايه. وهذا زعبور سجل حضوره. قول لي شو سالفة زعبورة؟ شو 24 ساعة هنا؟ غير هو يعيش هنا، هم خلف الله على ابو شوارة مملفيه هنا وداير بالي عليه. هو ذيك المرة قال على اساس حياته مدمرت من ورا ابوه، من كان يشتغل حرامي ويبوق ابن الزناقين وينطل الفقرة. لا يابا ابوه ابد ما قصر وياه، خلي الواحد يحكيها لله. صح كانت عنده مكسرات ودائما مطلوب والشرطة ورا، بس هو مو هو السبب اللي وصل زعبور لهالحال. لعن هذا زعبور، ما كان هي كان شاب مرتب ينطلع بيه، وهو طبعا اسمه بالاصل عزيز، يجوز ما تعرف هالشي. لا هسه يلا منك عرفت. المهم من كان بالاعدادية حب بنية من قرايبهم اسمها فريال، اصغر منه بسنة، هو كان سادس وهي خامس اعدادي. فريال اليوم حكيت ويا والدتي على مودنا وقالت ما يخالف بس تخرجوا من السادس ونمشي لك على بنية. بس أنا ما راح أكمل دراسة، بس هسة أنا وبطل. ليش؟ مستواك كلش زين وواصلة للخامس وما باقيتش غير بس سنة، شنو اللي قطع واهسج؟ واهسي ما مقطع بالعكس، وعندي طموح أكمل، بس أنت تعرف بعد. شعرف قولي لا تحكي لي بالألغاز. يعني إلا أقول لك حالتنا المادية تعبانة وما تساعد، وسادس يراد لمصاريف ودورات تقوية، ما تقول لي منين أجيب. شوفي فريال راح تكملين دراسة وما تبطلين والمصاريف أنا أدبر لك ياهن. شلون منين راح تدبر وانت بعدك طالب؟ ترك زعبور الدراسة وراح فتح شمبر مال جيجار بالحي الصناعي حتى يدبر مصاريف دراسة فريال. فريال صارت تداوم بالسادس، وزعبور من يرجع من الشغل يروح يوقف على طريق رجعتها من المدرسة حتى يشوفها، بس الفترة أسبوعين تقريبا كان يوقف قاعدة بنفس المكان، بس فريال ماكو إلى أن بعد فترة. اش دعوة يابا اش دعوة، على الأقل انطيني خبر من تاخذين إجازة حتى ما اشتري هنا أنا وانتظرك كل يوم. شلون عرفت بموضوع إجازتي؟ غير رحت المدرسة شو سألت هناك. ما سألت على السبب؟ لا خير خو ماكو شي. عزيز أنا ما أريدك تنشغل وياي ويا مشاكلي وتعوف حياتك. شلون حكي هذا؟ أنا أحبش تدرين يعني شنو؟ يعني كل شي يخصك يخصني. قولي لي اش بيك وليش هالإجازة الطويلة؟ صراحة تخربطت فتنة قبل أسبوعين، وكنا نراجع دكاترة بهالفترة، بعد ما سوولي فحوصات وتحاليل طلعت عندك واحدة من كلياتي واقفة كليا والثانية بيها ضمور وبأي لحظة توقف. ايوه يعني ايش راح يصير فهميني؟ احكي يا معودة. شو احكي يعني شو تريدني اقول لك؟ هي الكليات اذا وقفت الواحد يموت خلاص. شلون حكي هذا؟ وهسه شنو الحل؟ الحل انه لازم اشتري كلية، هاي اذا لقيت متبرع، هاي ما عدا مشكلة مبلغ الكلية اللي ما نعرف شلون راح ندبره.
وطبعا بهالاثناء ابو الغيره رومي وعصره زعبور تحرك لحل المشكله فورا. ولان هم قرايب مثل ما قلت لك فما واجهوا مشاكل بمساله مطابقه الكليه، ونجحت العمليه وتحسنت حاله فريال ورجعت للدراسه وطلعت معدل زين، بس هنا هم طلعت لهم مشكله. على خير نجاحك حبيبتي، ان شاء الله اشوفك مقبوله باحسن كليه. خير يصيبك، بس ما اعتقد راح انقبل بالكليه اللي اريدها. ليش؟ مو تدري انت منيتي من وانا صغيره اصير طبيبه، وهسه معدلي ما تقبلها الطبيه. شلون لعد ماكو فد درب من نا من نا؟ اكو بس طريقة واحدة، وهي انا اروح ادرس في الخارج، وهاي تحتاج هواية مصاريف. وليش ما درست بكلية اهلية بالعراق؟ مو ما كانت اكو كليات اهلية بالعراق، هو مو مثل هسه بكل راس فرع كلية اهلية. اي كمل ايش صار بعد؟ حجية لازم تطلعون، ماكو هيج حجي، هذا البيت انا ما اخذه ومشتريه، يعني ملكي حلالي. لك يا حلالك، هذا البيت نصار لنا 30 سنة بيه. لك ما تقوم من مكانك وتشوف شنو هالمهزلة. خير يما. هذا واحد واقف بالباب يقول لازم تطلعونه من البيت لان انا مشتريه. اي يما يصدق. ولك شنو يصدق، هو منو هذا ومنو بعل البيت؟ انا بعته يما. وليش بعته يا مسخم، هسه وين نطي وجهنا؟ مو في ريال كان لازم تدرس بالخارج، وانا بعت البيت حتى تكفل مصاريف دراستها، وهسه دا ادور على بيت صغير نسكن بيه جار هالفترة. سود بوجهك على هالعملة هاي. وطلع وجر بيت صغير وتعبان بنفس المنطقة، وهو دفع له تكاليف الدراسة ما عدا كل رأس شهر كان يدزلها مصروف ذاك الشهر، وأول ما دخلت الموبايلات للعراق هو اشترى واحد حتى يتواصل وياها. ها حبيبتي شلونك؟ شلون أحوالك؟ حيل مشتاق لك والله. ها اليوم دزيت نوبات اللي وصلناك ان شاء الله. اوكي باي. فري خطيه هم الله يساعدها، من قد ما مشغوله بالقرايه ما عندها وقت تحكي ويا احد. وبعد فتره كانت عندي شغله بالحي الصناعي وشفت زعبور هناك. شلونك عزيز؟ الحمد لله بخير، انت شلونك؟ والله ماشي الحال. شلون شغلك هنا؟ يعني زين، يوم اكو يوم ماكو. سوى تزوجت بعدك؟ لا والله بعدني. لا هاي البنية اللي كنت تريدها ايش سوت، ما كملت؟ بلي كملت هالسنة. ما رجعت؟ لا بعدها. عندك تواصل وياها الان؟ والله كنا نتواصل، بس صارتها فترة يمكن موبايلها ضايع، ما ادري شنو السالفة، فمن راح تشتري موبايل هي راح تخابرني اكيد. وانقطعت عنا تقريبا سنة، وبعدها وصلت لي رسالة من عندها. هلا عزيز، كتبت لك هاي الرسالة حتى أشكرك على وقفتك وياي، لو ما أنت ما كنت أقدر أوصل للي وصلت له هسه. للأسف مضطر أقول لك بعد ما راح أقدر أتواصل وياك، لأن تعرف هسه صار فارق طبقي كبير بيناتنا، أنا طبيبة وأنت إنسان كاسب، يعني التفاهم بيناتنا صعب هسه. راح ادعيلك حتى تلقي انسانة تناسبك مثل ما لقيت اني خطيبي اللي كان طالب وياي، وان شاء الله راح اتزوج الاسبوع الجاي. مع السلامة. وهاي الرسالة كانت صدمة كلش قوية اله، بحيث بعدها مر بأزمة نفسية وكآبة مو طبيعية، ظل 24 ساعة بس لازم صورة البنية وقاعد، حتى بطل من الشغل وقام ما يروح بعد، والمؤجر طرد هون من البيت وما راحت لدار المسنين، وهو ظل دايح بالشوارع. من قد اليأس صار عنده قرر يخلي حد لحياته وينتحر من فوق الجسر. بس الزبالة مكومة جوا الجسر كان لها رأي آخر.
تعرف زعبور انه حتى الانتحار ما يدبره مثل الاوادم، فقرر ينام ذيك الليله بالزباله. من ذيك الليله تحول عزيز الى زعبور اللي نعرفه هسه. هيبا والله قهرني زعبور، هاي اول مره اسمع بقصته. هاي انت شو وقت جيت؟ وش قد صار قاعد هنا بس انتم ما انتبهتوا لي، كنتوا مشغولين ويا القصه. بس والله قهرني زعبور ما يستاهل، يعني معقوله ماكو امل يطيب ويرجع مثل قبل؟ انا عندي فكره احتمال تساعده. شلون؟ عندي اخت صاحبتي اقدر ارتب لهم موعد هي وزعبور، خلي يقعدوا وياها بلكي تتعجبه، لان اللي عارفه صدمه الحب ما تتعالج الا بحب جديد. الله يهم خوش فكره. اتمنى اخت صاحبتك يطلع اسمها فريال. شوف الملعون وانا عبالي نايم. زعبور ولا كذا ما تبطل من الفريالات، هالمرة انا اذبك من فوق الجسر بعد ما وخر زبالة الجواف، تهمت؟